تنسى اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا ندخل على الفيديو. التماسي أجدع تماسي أحسن تقول إن أنا ناسي. شكلك حلو قوي النهاردة. إيه ده بجد؟ عاملينها خدوة أنتوا الاتنين. طب ما تيجي معايا. على فين؟ ندور على طلب رأيك. بس يا اللي أنت بتعمليه ده. ما بنعطلش احنا نفعل وما بنقول هو محضر على باب اسم لو جاي تاكل انا ما تاكلش من زماننا. اسمك ايه؟ كمين العمر واحد. لو كان ليا فيك كنت خدتك، انا ماليش في اللي فوق السن. ايه الهيافه دي؟ هيافه؟ هيافه كفايه عليا الله يرحمه. البركة في الشباب يا اخويا. لا حول ولا قوة الا بالله. الحلو ما يكملش، حلوة بس غبية. خلينا اخوات وحبايب. وصل الحاج. البيت بيتك يا عمري. عاملة لي كوباية قهوة هتظبط دماغك. نومها. أو النبي، دقي وقولي لي يا قلبي. اشربي اشربي. قلبي. في ايه؟ مش أمر من الأيام اللي احنا عايشينها. شهر يا بنتي السكر غالي، فقلت ان انا فقلت ان السكر ب 60 جنيه فقلت عشان لما الدنيا تسقيك المر تبقى اتعودت على طعمه. طول عمري قلبك ده انها الخطيئه العام وريهم غالي علينا ويا ما رحنا معاك وجينا. انت اسمك ايه يا شاطر؟ طول عمري قلبك ده غالي الشعب المصري ده عليه حاجات عجيبة. مش ان حبك في رموش عينينا. اتفضلي اتفضلي يا ست الحسن والجمال. كرباك 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 ده شاي براسه شاي. والمصحف الشريف لقلب وشك كبيبة النهاردة. هما خمس حاجات تهربي بيهم من زن الولد بتاعك. بغير. دماغك يا ابني فاضيه؟ انت الفراغ اللي في دماغك ده مش هيتملي. بتكسف. ماما قاعده جنبي، اصلي عندي هرش ما شاء الله ما شاء الله. ولو قرب منك قوي قولي له اصلي واكله بس فلز. ده انت عريتي السوشيال ميديا. قال عايزه قال صابونه قال جيتول. ليه عايزه صابونه جيتول؟ عشان ندعك قلبيها. قال وشي؟ قال عشان بشرتي حساسه. انت مسيحنا في الحته ولا ايه يا تريلا؟ يرحم امك اللي كانت تدهم وشها بخريط الكلبه وتقول وكانت تجيب طين وتعمس في وشها لابوك. ايه ده انا مالي بالامراض دي؟ باه يا ام شلاطيمه مقشفه يا ناشفه. تتنك على عايزه صابون جيتول؟ امال احنا عارفين ايش ولا ده؟ في شفتكم ربع دقيق بقك بيفوت. حيت عينيك وفداها عليا. طب نسمع حاجة بقى من الغنى القديم. أنا بحبك قد عليا. ربي على الطرب الأصيل وهو قد كده. ولا حد قبل فات على قلبي. لما بتهدمي بتتصبي وبتحلوي. يملى عليا يا عليا. من الظهر للأمام مفيش كلام. ما تبوظش صورة حد أحسن منك قدام الناس. أصل عصر الحواديت ده انتهى. ده مجرد انك مش عارف تبقى زيه. سقفوله سقفوله الالماني. عرفته. لا 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 حبت عينك واتجمعهم. انا جاي اشوف فيكم. انت شفت زهر لي ازاي؟ فوقهم من الوهم اللي انتوا فيه. عايز في ايه؟ بطايه عود البطل ده دودني في نصايه. اتفضلوا عشان اوريكم معجزه من معجزات الدنيا السبعه. مش عاوز بيكيني انت احلى في العبايه. قول الله قول الله قول الله. بيقولوا الحلو ما بيكملش. كدابين ومنافقين. الحلو ماشي بتتغندى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما هو كامل اهو. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. الناس الغريبة دي
شفتك قلت بطه داخله عليا. كك كك يبقى نفقس مع بعض انا وانت بقى سوا. يلا يا علي مع سته. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا وليه في ايه؟ انت مش مكبره بحد في البيت ولا ايه؟ اعوذ بالله. عيني اسمع. مش هسمعك. لازم ده اسمعيني انا عمي ما ده انت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. كنت اسمع. يا سلام بتخني مع صاحبتي. والله العظيم انت من الوليه المتنكره دي. اسمع. نحط الطريق في قلبك؟ اه. جاك وجع قلبك. المطلوب واحد عسكري يوديني انا وانت على القسم. انا عايز كله ينبسط مش بس في الحفلة. لا في الحياة كلها. دي لسه قطة مغمضة. بعد ما يقوم على طول انا بريح نفسي بنفسي. من الغباء أن أضحي بنفسي ليعيش أطفالي من بعد مشردين. ده فرض واجب خدمة الوطن من إيمان. اخترعها الساسة لنموت من أجلهم. لا أؤمن بالموت من أجل الوطن. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الوطن لا يخسر أبدا. نحن خاسرون عندما يبتلى الوطن بالحرب. سد الرجل ده محترم. ينادون الفقراء للدفاع عنه. وعندما تنتهي الحرب ينادون المسؤولين ليتقاسموا الغنائم. ربنا انا شفت الفيلم ده. اه والله. ده كل ده انا قلبي دق دق. نتا زي الجمل جمل يا عم. انا حالي مش تمام يا حبيبي مش بنام. وانا اقول فولتها لي عالي. تفاح علشان انا مش مرتاح. عيونه دول خطار. انت يا دنيا هنيا انت زي وش اللبن. انا شعلة في النار. الجمال ده مية مية. كفاية كفاية كفاية. وتوتة توتة فضت الحدوتة. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها. توتة توتة توتة.